اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من اميره في المطبخ على سي بي سي السفره. ان شاء الله وصفات النهارده تعجبكم. هنبدا باول وصفه معانا النهارده، وهي وصفه وراك الفراخ بصوص الرمان والروزماري. طبعا تقدروا تستخدموا اي حاجه من الفرخه، فرخه كامله، صدور بس، وراك بس، بالجلد والعظم، مخليه، زي ما انتم عايزين اللي يعجبكم. كمان الوصفه دي بتبقى حلوه جدا باللحمه وبالبط، فانتوا شوفوا انتوا عايزين. الحمام كمان بيبقى معاها حلو جدا، فانتوا شوفوا ايه المتوفر عندكم واعملوا بيه. عندي هنا وراك بالجلد والعظم بس بدون دبوس، وعندنا للتتبيله حبوب من الرمان، زيت زيتون، صويا صوص، ميبل سيرب او عسل ابيض او عسل اسود، توم مفروم، روزماري مفروم، مرقه او ميه سخنه، زيت زيتون وملح. بعد كده عندي ميبل سيرب برضو او عسل ابيض او دبس الرمان، وعندنا زيت زيتون وروزماري، وللتقديم عندنا رز بالشعريه. الوصفه دي ممكن تعملوها كلها من الالف الى الياء في على البوتاجاز، وممكن تعملوها الاول على البوتاجاز وبعدين تدخلوها الفرن براحتكم. اوكي، بتدخل الطاسه لحد ما تصوروا المقادير علشان تبقى سخنه كفايه انها تديني لون حلو على الوش بتاع الفراخ. وطبعا ما تنسوش اننا غسلنا الفراخ كويس جدا، شلنا منها كل الزوايد، وبعد كده جبنا معلقه من الجنزبيل الباودر مع معلقه من الطحينه الخام، مش سلطه الطحينه، وللكميه اللي قدامي دي ليمونه كفايه جدا جدا. بعصر الليمونه وبدعك بالقشره بتاعتها، الجنزبيل والطحينه، بحط شويه ميه ساقعه، بسيبها نص ساعه ساعه بالكتير جوه الثلاجه متغطيه، وبعد كده بشطفها كويس جدا جدا وانشفها كويس قوي. والتنشيف لا يقل اهميه عن الغسيل، عشان الميه اللي بتتبقى حتى لو انتم مش شايفينها بعينيكم وهي كميه قليله، بتبقى على الفراخ بتعمل لها ريحه، بتعمل لها قوام اللي هو مزلق شويه ده، وده احنا عايزين نتجنبه خالص، وبيبوظ لنا كل الخطوات اللي قبل كده. تمام، سخنت دلوقتي الطاسه معايا كويس، ابتدي انزل بسم الله بمعلقه من زيت الزيتون. عايزين تستخدموا زبده، زيت ذره، سمنه، زي ما انتم عايزين. بعدين هاخد الفراخ وهديها رشه ملح، وهديها رشه فلفل، واجي على الناحيه اللي انا تبلتها اللي هي فيها الجلد، واقوم نازله عليها، يعني انزلها هي الاول في الطاسه. بسم الله، بعدين اخد على الناحيه الثانيه ملح، فلفل اسود، واديها بقى فرصتها انها تاخد لون كويس. بوسع بس بحيث كل قطعه تكون واخده ايه راحتها وحقها في الحراره. عايزه اقول لكم حاجه مهمه جدا، شايفين الزوايد اللي في الصفيحه بتاعه الفرخه دي؟ شايفين دي لما احنا بنرميها، في ناس بتستحرم، بتقول يعني ده جزء من الفراخ وانه حرام وكده، بس انا هقول لكم تجربتي الشخصيه ورايي الشخصي، وخاصة لو حد بيقدم الأكل لضيوف مش أهل البيت، يعني لضيوف أو لزباين، سواء كان كيترينج أو مطعم أو غيره. القطعة دي من الفراخ مش مستحبة عند كل الناس، لأنها بالنسبة لبعض الناس، أنا منهم، دي زوايد الفرخة. تاني حاجة، دي من الحاجات اللي بتدي زفارة للفرخة، ريحة، وبتدي مرار للفرخة شوية بساط. فلو أنا، المعلومه اللي عايزه اوصلها لكم، لو انا واهل بيتي، الاسره الصغيره او الكبيره، يعني انا وجوزي واولادي، او انا وجوزي واولادي واخواتي وامي وابويا، بنحبهم
يبقى حاسبهم واقدمهم وكله تمام واغسل كويس والدنيا ماشيه كويس. لو انا هقدم الاكل ده للضيوف او للزباين يبقى لا يفضل بل يجب انكم تشيلوها، لانه بتاثر جامد على نكهه الفرخه وريحتها، وبتاثر جامد جدا على استقبال اللي قدامكم للفراخ، لانه في ناس بتعتبر ان الجزء ده زفارة في الفرخ. خلاص انا سايباها مخصوص عشان اقول لكم المعلومة دي. نقلب وسايباها مخصوص برضو عشان في ناس زي ما قلت لكم بتعتبر ان ده اهدار للفرخة، وانا يعني بحب ارضي كل الاذواق على قد ما اقدر، ولو ان طبعا ارضاء كل الناس غاية لا تدرك، ولكن بحاول. انا قلبت على الناحيه الثانيه بعد ما اديتها الملح والفلفل، وبعد ما اديت الناحيه الاولانيه القرمشه واللون اللذيذ ده، هبتدي كالعاده اوسع لنفسي عشان انزل هنا، او خليني اوسع الناحيه الثانيه افضل عشان انتوا تبقوا شايفين. هنا افضل بتهيألي صح؟ اوضح. ثوم، روزماري. الروزماري هو اكليل الجبل عشان لو حد بس بيتفرج علينا من بره يبقى عارف احنا بنقصد ايه. ملح وفلفل للصوص، ميبل سيرب او عسل ابيض، دبس الرمان. عايزه اقول لكم بس انه بدل الميبل سيرب ممكن نحط دبس الرمان. انا حتى هنا ميبل سيرب وصويا صوص، تقدروا تحطوا بدلهم دبس الرمان. اوكي ابتدي اقلب الفرخه تاني بقى، تاخد من كل الصوص ده اهو اهو، واوزع كده، اقلب كده، اميل الطاسه بتاعتي كده عشان الصوص يتوزع عليها كلها، وبالتالي يتوزع على كل قطع الفراخ بالشكل ده اهو. ايوه كده، وارجع تاني ارجع الفراخ على الوش ده عشان الـ الجلد ما يفقدش كل الـ القرمشه اللي انا اديتها له في التشويحة الأولى. أنا بس حبيت إنه ياخد من الصوص زي ما أنتم شايفين كده، بس برجع تاني أقلبها عشان ما يتراش خالص ويفضل مقرمش برضو. بحط هنا في النص شوية حبوب رمان، لما بتستوي بتبقى لذيذة قوي، شوية صويا صوص كمان وبس. في المرحلة دي بقى، في المرحلة دي بحط معلقة ميبل سيرب تانية في النص، أو دبس الرمان أو عسل أبيض زي ما أنتوا عايزين النكهة تطلع. وبعدين في المرحلة دي قدامكم حلين، يا إما تغطوها ورق زبدة وفويل وتسيبوها على النار، أو غطا حلة وتسيبوها على النار، يا إما تنقلوها في صينية وتدخلوها الفرن. وفي الوقت ده مناسب لو معانا وقت ولا بعد ما نرجع من الفاصل يا هبة؟ عايز أحكي لهم على موضوع الطاسات والإيدين وكده. خلاص نطلع فاصل ونرجع عشان مش عايزة اقطع المعلومة عشان تفهموني صح. نطلع ونرجع، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. طيب تعالوا بقى اكمل لكم بس معلومة الطاسات وده، علشان دي معلومة مهمة. بصوا، في انواع من الطاسات هتلاقوا الايدين بتاعتها خشب، دي ما تخشش الفرن. في طاسات الايد بتاعتها ستانلس زي اللي عندي دي، دي تخش الفرن عادي، بس تخلوا بالكم كويس جدا وانتوا بتطلعوها من الفرن، لان طبعا بتبقى نار، فتخلوا بالكم عشان في ناس بتنسى. رقم ثلاثة، في الايدين بتاعتها بلاستيك زي دي، الايدين جنب بعض اهم، دي ستانلس تخش الفرن ما فيهاش مشكلة، دي بلاستيك ما تدخلش الفرن ابدا ابدا. في طاسات الايدين بتاعتها بتتفك،
فاحط بالايد في الفرن وافك الايد اخدها معايا بره، اسيب الطاسه جوه بقت صينيه، واخلص اربط الايد واخرج الحاجه من الفرن. دي احسن حاجه وهايله. اوكي طيب، فرضنا جدل ان انا عندي وفي ايدين خشب، يعني في ايد ستانلس، في ايد بلاستيك، في ايد خشب، وطبعا في الايدين الزهر للطاسات الزهر. طيب الزهر بيخش الفرن عادي جدا بيطلع مولع، خلوا بالكو. الستانلس بيخش الفرن عادي جدا او الالومنيوم طبعا وبيطلع مولع، خلوا بالكو. البلاستيك ما بيدخلش، الخشب ما بيدخلش. طيب خلاص، في ناس بتحط فوط وتحط فوق الفوط فويل والفوطه تبقى مبلوله، وانا الصراحه يعني الغلطة في الحاجات دي بفورة والحادثة مش أحسن حاجة، فأنا يعني ده ريسك ملوش لازمة الصراحة. فبالنسبة لي لا خلاص، لو أنا ما عنديش الاختيارات اللي أنا قلتها لكم دي، يبقى الاختيار الأمثل إني أجيب صينية أو طاجن أو بايركس أسخنه في الفرن وأحط فيه الحاجة وأزقها في الفرن وأخليها تكمل تسوية خلاص. إنما فكرة إن أنا أغطيهم وكده بتنجح، مش مقدرش أقول يعني ما بتنجحش، بس الريسك بتاعها عالي جدا والغلطة بتاعتها لا قدر الله يعني ربنا يكفيكوا شر فواقع الأقدار والحوادث مش أحسن حاجة. فليه؟ ليه؟ ملهاش لازمة خلاص. بس حبيت إن أنا إيه أنبه على هذه المعلومة. طيب الفراخ نقلتها على نار أصغر شوية واديتها نص كوباية شوربة وانتوا في الفاصل خلاص، او مية طبعا مفيش مشكلة، بس عشان تبقوا عارفين ان انا اديتها شوية سائل. يعني دلوقتي هي غليت كويس جدا ودلوقتي هي 3 ارباع سوا، هعمل ايه؟ هجيب ورق زبدة للناس اللي بتقلق من الفويل او تفاعل الفويل مع الاكل، واحط فوق ورقة الزبدة الفويل، لو عندكم غطا حلة بيكفي الطاسة برضو بتحطه، وبغطي الطاسة كويس قوي. وانا الصراحة هسويها كلها هنا لان انا اديتها وش حلو قوي فمش محتاجة الفرن في حاجة يعني، فخلاص هسويها على النار. بصوا والله لسه هقول لكم المعلومة دي حالا، سبحان الله. خلوا بالكم من استخدام ورق الزبدة جنب ال انا هبصوا هوسع دي عشان انا عايزه اوريكم الحادثه اللي حصلت. بصوا ولسه كنت هقولها لكم سبحان الله، بصوا الحرق اللي حصل ده، الحرق اللي حصل ده لان ورق الزبده بيبقى خفيف يمسك فيه النار بسهوله جدا، ف اير فراير هيمسك فيها النار لو واصل للشوايه بتاعتها، الفرن لو واصل للشواية هيمسك فيه النار، البوتاجاز سواء كان كهرباء او طبعا غاز هيمسك فيه النار، لان في ناس بتعتقد ان طالما كهرباء مش هيحصل كده، لا بيحصل كده فخلوا بالكم. ومعلش كويس انه حصل سبحان الله، انا لسه كنت هحكي اهي عملي اهي عشان تاخدوا بالكم. طيب برضو يعني لا قدر الله، لا قدر الله لو حاجة مسك فيها النار لازم تتعاملوا بهدوء قدر المستطاع، ولازم تكونوا عارفين تعملوا ايه. النار يعني انا عايزه اوقف النار، يعني انا عايزه اوقف وصول الاكسجين او الهواء للحاجه اللي مولعه دي عشان تطفي. الموضوع باختصار وببساطه، اللي مولع ده بقى فوطه، ورقه زي كده، زيت لا قدر الله، ايا كان لا قدر الله لا قدر الله، غطى حله، غطى حلة أسهل حاجة، أطفي النار بسرعة، أطفي الفرن، أطفي أيا كان الحاجة المولعة، وأجيب غطى الحلة أنزل بيها على الحاجة اللي مولعة وأبعد. ما ترموش بقى مية، ما ترمو يعني إيه بلاش كده، خليكوا هاديين. في أطفال يخرجوا طبعا على طول، أبعد بعيد شوية وأمسك غطى الحلة وأحكمه فوق الحاجة اللي مولعة دي، كده أنا فصلت الأكسجين والهواء عن الحاجة المولعة، هي حطيت فيه لوحدها. دي أبسط حاجة ممكنة، طبعا ده في بداية يعني المشكلة لا قدر الله، يعني لو كبرت عن كده ده موضوع تاني خلاص. خلوا بالكم من نفسكم. تعالوا نعمل بقى شوربة البروكلي. عندنا بروكلي، ده بروكلي مجمد فأوريدي مسلوق، تقدروا تستخدموه فريش وتسلقوه، تقدروا تستخدموه فريش وما تسلقوهوش تشوحوه على طول، او تستخدموه مجمد زي ما انتوا عايزين. بصل مفروم، ملح وفلفل وكريمه، مرقه او ميه سخنه،
دي مرقة برضو ممكن تبقى خضار، لحمة، فراخ، براحتكو، كرفس، جبنة شادر مبشورة، وصور كريم. دايما 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 الصور كريم البديل بتاعها اللبنة او الزبادي المتصفي. هاخد معلقة زيت، الزيتون، ذرة، زبدة، زي ما انتوا عايزين. بس انا يعني في اغلب الاحيان ما مش بحب استخدم زبدة او سمنة في الشربات، لان بحس بتبقى تقيلة قوي، وبحس بتعمل طبقة سريعة من الدهن فوق كده، فيعني مش بتبقى اسهل حاجة. فحطيت معلقة زيت زيتون. الايد لا كده ولا كده، دايما كده لبره، خاصة مع الناس اللي عندها اطفال او سريعة زي، لان الواحد احيانا مع السرعة تخونه الحركات او يخونه التركيز. فالامان ان الايد دايما تكون بعيد للناحية التانية منكو، مش يمين مش شمال مش ناحيتكو. اوكي، حطينا زيت، هنحط بصل، بسم الله، هنحط ملح، هنحط فلفل اسود، وهنحط الكرفس معاه. الكرفس بيديها يعني، مع ان مستخدمين حبة صغيرين قوي، بس بيديها نكهة جميلة قوي قوي، ريحة كمان حلوة في اي شوربة طبعا، مش بس الشوربة دي. شوية بصل، زيت زيتون، ملح وفلفل وكرفس. محتاجة ايه من الخضار ده؟ محتاجة انه يطرى فقط لا غير، لا عايزة لون ولا عايزة تحمير ولا اي حاجة خالص، يطرى بس. بعدين اجي اجيب البروكلي اللي انا سلقته او استخدمته مجمد او استخدمته طازة. طيب لو استخدمته طازة ايه اللي هيفرق؟ ولا اي حاجة خالص، غير ان انا هنا هديه تشويحة سريعة جدا لانه اصلا مستوي. لكن لو هو لسه ني هديله تشويحة اطول شوية لحد ما يطرى، بس ده الفرق. وتغسلوا، ما تنسوش طبعا تكونوا غسلينه كويس جدا جدا. وهنا برضو عندي ملحوظة مهمة جدا للحاجات اللي بتبقى مقفولة على بعضها وقت الغسيل، زي ايه؟ انا بحاول ابعد عن الدخان عشان تبقوا شايفيني كويس. زي ايه؟ زي الارنبيط، البروكلي، الكابوتشا، الكرومب، سواء كان كرومب حشو او كرومب ابيض او بنفسجي بتوع السلطه، البصل الاخضر، الكرات. في حاجات بتبقى سبحان الله الخلقه بتاعتها ان هي طبقات، الطبقات دي بتخلي جوه يكون في طينه، يكون في رمله، يكون في اي حاجات مش نظيفه، او يخلي في اي حشرات، وده شيء طبيعي لان الحاجات بتكون في الارض. فنعمل ايه؟ دايما نقطع الحاجات دي اصغر، يعني مثلا الارنبيط والبروكلي نقطعه اصغر، الكرنب ناخده نصين او ثلاث ارباع او نقطعه الاول. نتأكد ان احنا غسلنا الحاجة كويس جدا جدا، والمية بتاعتها صافية، ما فيهاش رملة ولا اي شوائب ولا اي حشرات ولا حاجة، وبعدين نبتدي نسلق او نبتدي يعني ايا كان اللي هتعملوه بعد كده، ني او مستوي او ايا كان. الملحوظة التانية، لو لقيتوا حشرات ده تاني ده شيء طبيعي، ده شيء طبيعي. ولكن لو حصل يبقى المية، انا غسلت خلاص والمية نطفت، اجيب بقى ميه، والميه دي تكون ساقعه مش سخنه، يا اما من الحنفيه يا اما من الحنفيه، وازود لها حبه ساقعين او مكعبين تلج، واقوم حاطه نقطه ملح، نقطه سكر، نقطه خل ابيض، وانقعها شويه في المزيج ده، وبعدين اشطفها كويس جدا واسيبها تصفي ميتها، وبعدين استخدمها لو شفتوا فيها حشرات. خلاص، عشان تبقوا اتاكدتوا، بالذات لو مش هتسووها بعد كده، يعني كده كده اعملوا الخطوة دي، بس لو هتسووها بعد كده تمام، لكن لو مش هتسووها دي خطوة مش اختياري، دي خطوة اجباري، لان خلاص انا هدخلها في سلطة بعد كده، فلازم اكون اتأكدت تماما ان انا اتخلصت من اي اثار او اي حاجة. ما بحبش اقول الكلام كده هوت عشان ما ضايقكوش او اقرفكم، بس في معلومات مهمة
في الفود سيفتي لازم تكونوا عارفينها. هايجين، فود سيفتي، كيتشن سيفتي، دي كلها حاجات لازم اي حد بيتعامل على المستوى الشخصي او على المستوى العملي يكون عارفها. طيب خلاص كده حلوة قوي، الريحة حلوة، الدنيا تمام. اخد بقى شوية الشوربة او المية ايا كان هتستخدمه ايه، ونقول بسم الله وننزل هنا. ودي شوربة بتتضرب، فانا هسيب شوية إيه؟ مش هسيبهم، لا هحطهم، قليلين قوي. هتتضرب بعد كده سواء بالكبة او بالخلاط او بالهاند بلندر. كنت عايزه اقول معلومه عن الخلاط، اقولها بعد ما نطلع ما نرجع من الفاصل، هغطيها واسيبها تغلي لحد ما ترجعوا لي، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. الشوربه غليت كويس، فده الوقت اللي انزل فيه شويه كريمه. شوية جبنة. شوية ساور كريم. طبعا برضو ممكن احط حاجة منهم، يعني مش لازم التلاتة مثلا لو انا مش عايزة، كل واحد بيدي نكهة صحيح، بس برضو مفيش اي حاجة اجبارية في الموضوع خالص. خلاص هدي لهم برضو غلوة الاول معاهم، وبعد كده هبتدي اني اقدم الشوربة بعد ما اضربها طبعا بالهاند بلندر. وهنا بقى يجي المعلومة اللي انا عايزة اقولها لكم، لو هتستخدموا الخلاط اللي طول عمرنا بنستخدمه احنا واهالينا في ضرب الشوربات، لازم تتاكدوا ان الخلاط الشوب بتاعه يستحمل الحراره، لازم تشيلوا الغطاء اللي في النص اللي بيبقى صغير ده عشان تعملوا تهويه عشان الخلاط ما ينفجرش منكم. نفس الكلام طبعا قائم على الكبه. المكان اللي انتوا فتحتوه ده هيطرطش عليكم، فتجيبوا فوطه تطبقوها وتحطوها عليه، تمام؟ او تستخدموا الهاند بلندر مفيش مشكلة اذا كانت متوفرة. اخد بقى ده ضربة، بسم الله. طبعا انا هضرب نص ضربة عشان بحب احس بالقوام وبالخضار، لكن تقدروا تضربوها ضربة كاملة وتقدروا تصفوها كمان فتبقى حريرية تماما. نكون ضربنا الشوربه كويس قوي وجاهزه على الغرف. بسم الله ناخدها هنا ونبتدي نغرفها في الطبق. لو عندكم اطفال او كبار سن تتصفى كويس قوي من مصفى ضيقه او من شاش كمان لزياده الاحتياط لو في مشكله في البلع، وتقدموها غنيه جدا ولطيفه جدا. وطبعا برضو في الحاله دي لو انتوا حابين انكم تحطوا معاها لحمه او فراخ مسلوقه وتضربوها معاها برضو مفيش مشكله، لو انتوا عايزين تزيدوا من القيمه الغذائيه للاطفال او كبار السن يعني. خلاص اهو هنضف طرف طبقي. عايزه اطلعه لكم قدام كده عشان ايه يبقى اوضح. عايزه احط مع التقديم صور كريم هنا كده في النص، نعليها اكتر ونحط شويه كزبره خضراء. بس كده كده الشوربه، كده الشوربه جهزت. نيجي بقى نشوف الفراخ. بسم الله نيجي نشوف الفراخ. قبل ما اقدم الفراخ بعمل ايه؟ باجي كده اقوم واخده سكينه. لو الفراخ كامله بختبر الورك، بس انا بما ان عندي كل وراك اصلا فخلاص هختبر اي واحد فيهم.
هنقي إيه اكبر واحد فيهم، لان ده المفروض اكتر واحد هياخد تسويه، فبجيب اكبر وركه عندي واقوم داخله كده بالسكينه. دخلت بسلاسه وخرجت يبقى استوى. السائل نزل شفاف زي اللي نازل ده، هوريها لكم بقى هنا اهو اهو عشان تبقى اوضح. هنا اوضح حاجه اهو، دخلت بسهوله خرجت بسهوله. السائل اللي نزل شفاف يبقى الفراخ استوت. لو السائل ده احمر يبقى الفراخ لسه ما استوتش. لو ما فيش سائل خالص يبقى الفراخ نشفت. طب لو نشفت؟ طبعا ما استوتش، هنسيبها تستوي. محتاجه سائل، هنديها سائل ميه سخنه. طيب لو لسه ما استوتش، زي ما قلت لكم، لو استوت زياده عن اللزوم ونشفت، اقوم جايبه شويه ميه حطاهم واقوم مغطيه عليها واسيبها تشرب شويه سائل كمان عشان تطرى. ماشي كده. باخد من الصوص بتاعها قبل الغرف ولمعها بيه. وبعدين باخد الفراخ وبقدمها مع الرز بالشعريه اللي احنا مجهزين، وطبعا واخد الحبهان والمستكة بتوعه. وهديهم الجرنش بتاعه. او حاجة التقديم بتاعته اللي هي الروزماري وشوية الرمان. كده يبقى الفراخ خلصت وتقدمت والشوربة خلصت وتقدمت. تعالوا بقى نعمل السلطة. سلطة النهاردة مميزة جدا، وتقدروا تضيفوا عليها اي لحوم مستوية عندكم. عندكم سلمون مدخن، سلمون مشوي، جمبري مشوي، علبة تونة، عندكم فراخ او لحمة مستويين، كله هيمشي معاها. مش عايزين لحوم خالص زي ما احنا عاملين، اوكي. عايزين تحطوا كولد كاتس، حطوا كولد كاتس زي بسطرمة، زي تركي مدخن، براحتكم. عشان نعمل سلطة الكينوا، جبنا الكينوا نقعناها وبتتجاب من عند السوبر ماركت، وانا مستخدمه هنا كينوا بيضه، في منها البني، في منها اكياس ميكس. بنجيبها وبننقعها، وبعدين قدامكم حل من الاثنين، يا اما بتدوها ميه زي الرز وتفلفلوها مع شويه ملح ونقطه زيت، او ميه كتير بملح وزيت وتصفوها بعد كده زي المكرونه، براحتكم الطريقه الاسهل لكم يعني. بعد كده عندي خيار وطماطم، فلفل الوان اصفر واخضر واحمر، زيتون حلقات اسود واخضر، جبنه فته او قريش او اي جبنه انتوا بتحبوها، زيت زيتون وعصير ليمون وخل عنب احمر وزعتر وملح وفلفل. طبعا كالعاده بنبدا الاول بالتتبيله، ويفضل انكم تحطوا بعد التتبيله على طول الكينوا وتسيبوها شويه وبعدين تكملوا. طيب الحاجة التانية، الكينوا يفضل لما تنزل على الدريسنج تكون لسه دافية، لأن ده بيخليها تمتص الدريسنج أكتر. فهحط هنا زيت زيتون، عصير ليمون، خل عنب أحمر، زعتر. اللي ما عندوش خل عنب أحمر يحط يكتفي بعصير الليمون، ما فيش مشكلة. ملح وفلفل، أقلب. وزي ما قلت لكم اول حاجه بتنزل على الدريسنج هي الكينوا، عشان اطمئن انها شربت من الدريسنج كويس وتغلفت بيه مظبوط. غطوها وسيبوها كده 10 دقايق ولا حاجه، وبعد كده بنرجع. اتاكد بس الاول من التوزيع مظبوط، مش حته واخده دريسنج وحته مش واخده. وبعدين برجع اضيف بقيه كل المكونات. وخلوا بالكم من كميه الملح هنا، لان الزيتون مملح، سواء الاسود والاخضر، والجبنه مملحه، فتخلوا بالكم.
من الكميات اللي تستخدموها ومن الملح اللي هتحطوه في الدريسنج، او ممكن ما تحطوش ملح في الدريسنج خالص. حطينا طماطم، حطينا زيتون اخضر، حطينا زيتون اسود، حطينا فلفل الوان. طبعا اللي حابب يحط فلفل حامي يحط، اللي حابب يحط بصل يحط، اللي حابب يحط ذره يحط، كل دي حاجات تمشي كويس قوي. الناس اللي بتحب الافوكادو حطوا افوكادو وهكذا. حطينا، ننزل بالخيار، نقلب كويس قوي. وبعدين نحط فيه طبق التقديم. دي من السلطات اللي كل ما تقعد في التلاجة كل ما طعمها بيبقى أحلى. ماشي، بسم الله، بتكون اتشربت كده، والكينوا بالذات اتشربت من الدريسنج والدنيا بقت ايه، ألذ كتير. نعمل كده ونقوم ناخد بقى قطعة من الجبنة نضيفها على السلطة. زي ما قلت لكم اي جبنة عندكم، جبنة قريش، جبنة حلوم، اي جبنة. خلي بالنا من الملح برضو عشان ايه العملية ما تبقاش ايه زيادة عن اللزوم قوي. بس كده هنزين بقى بالجبنة ونطلع فاصل ونرجع نكمل. استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. اخر حاجة هنعملها هتكون مشروب. المشروب ده ممكن تعملوه بطريقتين، طريقة على السائع يبقى مشروب سائع، وطريقة على السخن زي ما احنا هنعمل دلوقتي. هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن مشروب القهوة ببسكوت القرفة. عندنا زبدة بسكوت القرفة، عندنا لبن، عندنا قهوة سريعة الذوبان. للتقديم عندي بسكوت قرفة وكريمة مخفوقة وصوص كراميل، او شوية من زبدة البسكوت القرفة وتدوبوهم في المايكروويف وتحطوهم على الوش بدل الصوص الكراميل، برضو ينفع وبتبقى حلوة جدا. طيب هتلاقوا عندي في المقادير هنا بسكوت مفتت. لو انتوا عندكم اطفال هتشيلوا القهوة وتحطوا البسكوت المفتت ده وتعملوه لهم كده زي المهلبية، زي السيريال، وتأكله لهم. ولو هتعملوه مشروب سائع في الخلاط حطوا بسكوت القرفة معاه، بيديله قوام وبيديله نكهة حلوة جدا جدا جدا. خلاص كده، فيعني انتوا بقى شوفوا كده ايه، هي شوية افكار وانتوا شوفوا انتوا محتاجين انهي منهم وعملوه. هنيجي هنا كالعادة بعيدا عن النار، وهنحط مقاديرنا في الكسرول او اللبانة او ايا كان الحلة اللي هتشتغلوا فيها. ادي لبن حليب، ادي شوية قهوة، دي قهوة سريعة الذوبان اللي بنعملها في المج الصبح، ويسك. انا بعيدة عن النار ما عنديش حاجة سخنة خالص اهو، اقلب 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 اتأكد ان كله داب. بقى عندي قهوة باللبن، زبدة بسكوت القرفة مسكرة فانا مش هضيف سكر، بدلها ممكن شوكولاتة قابلة للدهن، زبدة فول سوداني، زبدة لوز، زبدة فستق، يعني دي كلها نكهات هتنفع، انتوا اختاروا المناسب ليكم. خلاص، وابتدي بقى ايه بالراحة بس يعني كده ادوب. هي مش هتدوب طبعا معايا بره النار، بس انا بحاول ان انا اصغرها شوية، وبعدين هرفعها على النار بقى وافضل وراها لحد ما تدوب. يبقى عندكم مشروب لذيذ قوي قوي وتغيير برضو شوية، عشان بنحتار في المشروبات السخنة في الشتاء، بنبقى عايزين نغير ونجدد شوية، وده مشروب لذيذ للناس اللي بتحب القهوة، فنكهة لذيذة يعني. يبقى لبن، قهوة،
زبدة بسكوت القرفة. طبعا اللبن ممكن يبقى خالي الدسم او لبن نباتي لو حابين. وادوب 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 وادوب، هي خلاص دابت، واقلب لحد ما تسخن معايا عشان ابتدي ان انا اقدم. طبعا برضو الكريم شانتيه او الكريمه المخفوقه او الويبت كريم على وش المشروبات اختياري تماما، بالذات المشروبات السخنه مش كل الناس بتحب تحط لها كريمه، بس انا هحط لها كريمه على اعتبار انه زي الكافيهات يعني عشان ما تحسوش يعني ايه اكنكم بتشربوه بره. بس كده سخن اخده وامشي بره النار او بعيدا عن النار. بسم الله. وبما ان الصراحة عندي الجار ده فهنقله الاول فيه عشان اعرف اصب براحتي من غير ما بهدل الدنيا. حلو، ابتدي اصب بقى الكوبايات بتاعتي او المجات يعني، وهسيب مكان للكريمه لو هحط كريمه. بالظبط بالظبط، شويه كريمه بقى. طبعا دي بودره كريم شانتيه عليها نفس مقدارها مية او لبن او كريمة، بس يكونوا ساقعين ويتضربوا ويخشوا التلاجة وفقط لا غير، مفيهاش اي حاجة تانية يعني. وبس كده لذيذ شكله قوي. نفس الطريقه بالظبط في الخلاط كله مع بعضه، وتقدموه برده بالكلام ده، بس في الحاله دي حطوا له بسكوت عشان القوام بتاع السائع يبقى تقيل وحلو. دي كانت وصفاتنا وافكارنا للنهارده اللي بتمنى تكون عجبتكم. عملنا مع بعض الفراخ بالرمان، عملنا مع بعض شوربة البروكلي، عملنا مع بعض سلطة الكينوا، وعملنا مع بعض المشروب بزبدة بسكوت اللوتس والقهوة. بتمنى تكون كل الوصفات عجبتكم وتجربوها وتبعتولنا، وأكيد بتمنى متابعتكم يوميا على سفرة. استنونا.